لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 27 نوفمبر، والنهاردة القمر موجود في برج الأسد من الساعة 9:30 و5 الصبح. عندنا كمان فينوس موجودة في الميزان، وعندنا الشمس والمشتري في القوس، وعندنا زحل وبلوتو في الجدي، ونبتون والمريخ الاثنين موجودين في برج الحوت. عندنا كمان في كوكبين بيتراجعوا، عندنا اورانوس بيتراجع في برج الحمل، وعطارد بيتراجع في برج القوس. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر موجود في منزل الحب من الساعة 9:30 و5 الصبح، وده بيديهم طاقة عاطفية هايلة، وكمان بيديهم نشاط وقدرة على الإنجاز في الشغل. عندهم كمان على الصعيد العاطفي والعائلي ممكن يكون في انفراجة عاطفية، وفي فرصة ان يحققوا تفاهم افضل مع الناس اللي حواليهم عموما على الصعيد العاطفي والعائلي والمهني. كمان النهاردة مواليد الحمل اللي عندهم اولاد هيكون عندهم فرصة هايلة لتوطيد علاقتهم باولادهم. نروح بعد كده لبرج التور. مواليد التور النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم عائليا، ونصيحتي لمواليد التور انهم يحاولوا يقوموا بالواجبات اللي عليهم العائلية، وكل واحد يعني يكون مركز في العيلة بتاعت برج التور او في أسرة بتاعت التور. يفضل ان كل حد يكون مركز على واجباته علشان ما يحصلش مشاكل. كمان مطلوب من مواليد برج التور ان هم ما يدخلوش في اي صدام او جدال يؤدي لصدام عائلي او حتى اجتماعي، لان هم ممكن على الصعيد الاجتماعي يكونوا معرضين برضو لتسرع يتسبب ليهم في مشاكل. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم لباقة ودبلوماسية هايلة، القمر في منزل العلاقات بيديهم فرصة ان هم يعملوا حوارات موفقة، ويكون عندهم بلاغة في التعبير عن افكارهم وارائهم، وممكن تجمعهم بكل اللي حواليهم حوارات بناءة وممتعة. يعني على الصعيد المهني ممكن يكون وقت مناسب لعمل انترفيو او لعرض فكرة. يعني اشوف انه عندهم حظ ايجابي جدا، واجتماعيا كمان اشوف ان مواليد الجوزاء ممكن يقضوا اوقات حلوة اجتماعيا مع الاصحاب. نروح بعد كده لبرج السرطان. والسرطان عندهم النهاردة القمر في منزل المال، وفي فرصة لمواليد السرطان ان هم يحققوا مكاسب مالية ويقدروا ان هم ينتهزوا الفرصة دي. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيديهم ثقة بالنفس وبيديهم يقظة ذهنية وقدرة على ان هم يكونوا مقنعين ويقدموا يعني رأيهم وهو مدعم بالحجة والبرهان. كمان على الصعيد العاطفي اشوف ان مواليد الاسد عندهم تألق وسحر وجاذبية وقدرة ان هم يلفتوا الانظار ليهم، وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، يعني في منزل الصحة السلبي، واقول لمواليد العذراء خدوا بالكم النهاردة من صحتكم، افتكروا ان لبدنك عليك حق. والنهاردة يوم مناسب لمواليد العذراء ان هم للاسترخاء وان هم يهملوش اي عارض صحي يشعروا بيه. نروح للميزان بعد كده. والميزان النهاردة عندهم القمر في منزل الأصدقاء، ده بيديهم فرصة يحصلوا على دعم الأصحاب المخلصين ليهم. كمان على الصعيد المهني ممكن يلاقوا ناس كتير بتقف جنبهم وسهل يحصلوا على الدعم. النهاردة كمان في الشغل ممكن يكون عندهم قدرة أكبر على تنمية أعمالهم. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهاردة عندهم للأسف القمر معاكس معاهم، فنصيحتي للعقرب النهاردة ان هم ما يلجأوش للزهو بنفسهم مهما كانت
الاستفزازات مهم جدا كمان في شغلهم، لان الامر معاكس في منزل العمل، ان هم يعتنوا بكل عمل بيقوموا بيه يعملوه بدقة عشان ما يتمسكش عليهم اخطاء. نروح بعد كده لبرج القوس. ومواليد القوس النهاردة عندهم الحظ رائع، لان المنزل الحظ في منزل الحظ او القمر في منزل الحظ، وبالتالي القوس النهاردة هيلاقوا فرصة للتطور هايلة، هيقدروا يحققوا مكاسب مالية. ممكن عندهم هموم كتير بيلاقوا لها حلول. فالنهاردة كمان للقوس اشوف السفر هيكون فيه حظ رائع. نروح بعد كده للجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيدي المواليد الجدي فرصة يحققوا مكاسب مالية ويزودوا مدخراتهم، وده بيسمح لهم بتحقيق فوائد كبيرة. كمان النهاردة مواليد الجدي عندهم يوم مناسب للبيع وللشراء ولتنمية الأملاك. نروح بعد كده للدلو. والدلو النهاردة للأسف القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الدلو النهاردة ما يستسلموش للعزلة، ويحاولوا ان هم يكونوا متواصلين بهدوء مع اللي حواليهم، وخصوصا مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل. مهم ان هم ما يتسرعوش في انفعالاتهم او في ردود افعالهم. كمان مطلوب من برج الدلو ان هم يتأنوا جدا في توقيع الاوراق والعقود. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت عندهم القمر في منزل العمل، وده بيديهم طاقة ونشاط وقدرة على تنظيم جهودهم. واشوف ان الاجواء مهيئة بالنسبة للحوت علشان يعملوا واجباتهم على اكمل وجه. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.